ألو، نعم مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام يا مريم. يا شيخ وسيم، أنا اللي اتصلت قبل تقريبا أسبوعين. إيه زين. وجيت أبكي وجرحة ماما وكذا. زين، وين السؤال يا مريم؟ ذكرتني إن شاء الله. والله ما ذكرت. إيه الحمد لله. الحمام مو مشكلة، المهم ماما سامحتني والأمور طيبة. سامحتك أمك؟ وين امك انت؟ زين، اللي اتصلت انت امك هجرتك وتركتك وتزوجت؟ امك أي سامحتك الحين؟ الحمد لله. وصلحتم؟ وصلحنا. وسمعت امك الحلقة؟ وسمعت ام الحلقة وانقهرت والله من سمعتها. انقهرت علي ولا عليك ولا على نفسها؟ لا انا انقهرت مو هي. يلا الحمد لله والصلح خير. الحمد لله. الله يبشرك. الحمد لله. الاتصال اللي اتصلت بك نشرة وكاتبين ندعو لهذا البنت. الحمد لله كل شيء يصير حلو بحياتي وكمان دعيت الناس. يلا الحمد لله. الله يوفقك يا مريم. الحمد لله. وأسأل الله أن يوفقك لبر أمك وأبيك. نعم. الله يسلمك يا نعم. شكرا يا مريم. عندنا فاصل، نرفع أذان المغرب ثم نعود إليكم بإذن الله. بالرحيق العلم والإيمان.